هذا الجمع المبارك مما يدخل السرور في نفسي ويدل على وفاء هذا المجتمع لعلمائه وأدبائه، وهذه ظاهرة حميدة والحمد لله. فأشكر كل الذين قاموا بتكريمي وجزاهم الله عنا كل خير، سواء في هذه الفرصة السعيدة أو ما سبق في من التكريم. فلا شك أن هذا يدخل السرور في نفسي ويطمئنني إلى أن هذا المجتمع تربة خصبة تتقبل ما يلقى فيها من علم ومن أدب، والحمد لله نحمد الله وأشكره. يعني أهديه للمجتمع بأسره، لأني أنا واحد من المجتمع، وكل منا يسعى إلى تكريم هذا المجتمع وتقدمه. فلا شك أن كل جهودنا هي منصبة لنفع الناس في مجتمعنا ولتقدمهم وتخلصهم من الجهل وتطلعهم إلى المستقبل الواعد. فلا شك أن كل جهودنا وكل مساعينا هي موجهة للناس وللمجتمع، ما في ذلك شك يعني.